رأي محمد الشيخ عشان اروح الفاصل، تفضل ابو عبد الله. بشكل سريع يظل عبد الله المالكي، اختلفنا اتفقنا هو اللاعب رقم واحد اليوم في مركز ستة، هو اللاعب الأساسي الذي لم يغادر تشكيلة المنتخب من أول إلى اليوم، وبالتالي هو اللاعب. جمال يراه ما يراه، أنا أشوفه ما أشوفه، هو اللاعب رقم واحد. اثنين، مسألة أنه ضربة قاسمة للاتحاد، نعم، أن تخسر كريم وتخسر عبد الإله في وقت متزامن وأنت في وضع منافسة على بطولة الدوري، لا شك ضربة قاسمة، خصوصا وأنت الآن في اللحظة اللي إلى الآن ما أعلنت عن لاعب بديل، وبالتالي ضربتين قاسمتين وليس ضربة واحدة. الأمر الثالث، أن يجلس احتياط في الهلال، فهذا يؤكد على المخطط اللي يلعب الهلال والقيمة الفنية في الهلال. الهلال لا يريد أن يخسر لاعب لإصابة أو لإيقاف، ولا يجد البديل الذي يكون في مستوى، يعني اليوم ميشيل اللي تعاقد مع الهلال اليوم يلعب في مركز سالم، سالم حينما كان يغيب كان يشكل فراغ في الهلال. يريد الهلال أن لا يشعر بفراغ واحد في أي مركز من المراكز. يعني الآن اكتشفت الآن. خلي كمل. لا ما نقاطعك. بعطيك تكمل يا جمال. كمل يا محمد. كمل. بالنسبة لحمد الله، أنا سبقتك بخطوة، قلت من أول تعاقد ذا، قلت هذه ضربة يعني نمر من ذهب، هذه واحد قلتها في أول يوم. اليوم قبل لا نبدأ قلت لك أقوى صفقة شتوية هي صفقة حمد الله، من حيث كونه حمد الله ومن حيث التوقيت أنه سبق الجميع وأشرك اللاعب، وبالتالي إن اختلفنا على عبد الإله فأعتقد عبد الإله اللاعب رقم واحد، ولا نختلف على حمد الله. طيب بروح الفاصل. طيب. لا بس 20 ثانية جمال، يلا تفضل. هو أبو الأخ محمد دائما كان يردد أنه الهلال دائما الهلال عنده عناصر أساسية زي العناصر اللي في الدكة. اليوم اختلف رأيه، قال الهلال لما يكون غيب واحد يخلي عنده في الدكة، يعني معناها كان أول ما عنده عناصر في الدكة، صح ولا لا؟ عنده عناصر. الهلال جدد يغير يبدل يضيف يعير. دحين تقول يا محمد، نعم، يا محمد يعني اليوم لا تقاطعني. طب خلينا أكمل كلامي. تفضل. أنت قلت الآن قلت إنه الهلال بيخلي جايب عناصر عشان لو ما لعبوا يبقوا في الدكة عشان يقوي الدكة. طب عشان نقفل الموضوع. بالضبط. يعني دحين محمد الشيخ ساعة يتكلم يا أبو بدر. طيب وأنت كمان تكلمت ساعة. خليني أوضح الصورة. لا ما هو المحور حاجة مش قضية عبد الإله المالكي، مع احترامي يعني هو مش قضية، يعني فتحنا الموضوع وجاوبون عليه، بس عندنا أشياء. يعني دحين محمد الشيخ تكلم ساعة وأنت تكلمت ساعة. لا ما تكلمت. لا أنا أرد عليه. ما ظلمت. لا تقطعني عشان أوضح الصورة بس أبو بدر، عشان توضح الصورة للناس. هو كان يردد دائما إنه الهلال عنده دكة الأساسي زي الاحتياطي، كان يقولها دائما. اليوم صحيح. اختلف الوضع عليه، قال انه اليوم لما اجيب المالكي يخليه دكه يستفاد منه لو ما يلعب، فبالتالي تغير رايه. هذا اللي انا كنت اقوله، الهلال لا يملك الدكه زي الاساسيين، وهذا اللي الان بيبحث عنه نادي الهلال. اخر تعليق محمد يلا. لا ما يحتاج تعليق، ما يحتاج، خلاص نروح الفاصل. نروح الفاصل ونعود، خليكم معنا.